انا كنت زي اي ست بتحب جوزها وبتقف جنبه وبتنزل تساعده في الشغل بتاعه او بتنزل تقف معاه في ورشته. فمن هنا تعلمت شغل النجارة، علمني حاجات كتير قوي في النجارة، ومن هنا تعلمتها فعلا واتقنتها. ومن ضمن النجارة كمان ان هو علمني حاجة اسمها دوسر. فالدوسر ديت عبارة عن مسمار خشبي ما يستغناش عن اي حاجة في النجارة. فنزلت اساسا الاول اشتغل في النجارة، فبدأت شوية وبعد كده توقفت لان اسعار الخشب ارتفعت وما قدرتش اكمل في السوق زي اي حد. فتوقفت شوية وما كنتش عارفة اعمل ايه. فافتكرت ان جوزي الله يرحمه كان قال لي هعلمك الدوسر دي سهلة، اعتمدت على الله وجبت مكان دوسر ومنشار وكده، وقفت ايه اشتغل. بدأت انزل اشتري الخشب وقف بنفسي، وقفت بنفسي وتعلم واتقنت في الشغل ده، والحمد لله وقفت وعملت اسم وبقالي زباين وبقالي سوق وبقالي كل حاجة. قابلني حاجات كتير قوي في شغلي، طبعا مضايقات طبعا من الناس، مواقف، واصعب المواقف جدا لما اكون من الاهل، ان ازاي ان انت واحده ست هتنزل تقف على منشار، هتنزل تقف على حلايا، ازاي هتقف في المجال ده والمجال ده ما فيش فيه ست بتعمل الكلام ده، المجال ده مجال رجاله. فانا من رايي ان ما فيش حاجه اسمها ست وراجل، في حاجه اسمها شغل، في عمل، في اعرف ان انا اجيب الجنيه ازاي اربي بيه ولادي من غير ما احتاج لاي حد ولا اقول له انا محتاجه حاجه منك. فالحمد لله ربنا اكرمني ووقفت وربيت ولادي. انا هجبر كل واحد ان هو ينظرني كراجل زيه مش كست. ففعلا انا تعاملت في السوق ومع الناس ومع الزباين ومع التجار ومع بتوع الخشب، مع كل راجل بتعامل معايا ما بتعاملش مع واحدة ست، كأني بتعامل مع راجل زيه بالظبط. نفسي أقابل سيادة الرئيس، عايزة أتكلم معاه وعايزة أتكلم معاه وأقول له على مشاكلنا، مشاكل الناس اللي زيي.